شهادة الوفاة من أسبوعين تقريبا. وهلا جايين تدفنوا بلبنان؟ هيدي وصيته. ايه قصة طويلة شوي. نسمع. أنا وجوزي عايشين بكندا، ومن لما تعرفت عليه كانت علاقته بأهله مقطوعة. ما جربت تعرفي عنهم أي شيء؟ بلا جربت، بس خلفت ابني. بس عادل كان مصر إنه نضلنا بعض، وأنا احترمت هيدا الشيء. لما توفى جربت فتش عليهم بس ما وصلت لنتيجة. بعدين بعد فترة لقيت وصية جوزي، وكان ترك لي فيها عنوان أهله هون ببيروت. ترك لي كمان رقم خيو، دقيت له جينا لهون. في حدا ما بيعرف عن قرابينه شيء؟ سير، أنا عايشة بالنص التاني من الكرة الأرضية، وإذا جوزي ما كان بده يحكي مع أهله فأنا شو فيي أعمل؟